أما قضية علي بن أبي طالب، طبعا علي بن أبي طالب له مواقف يعني غير إيجابية مع السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني مواقف غير إيجابية، ومن هذا الموقف السلبي الذي حصل منه موقف سلبي عظيم، يعني ما كان ينبغي أن يقول له هذا، كان بإمكانه أن يقول مثل ما قال زيد أسامة بن زيد، وهو يعلم أن عائشة رضي الله عنها عفيفة شريفة زوجة رسول الله، وإذا كان يطعن في عائشة ويطعن في رسول الله يعني ما يحتاج، هذا عرض رسول الله. فعلي بن أبي طالب كان هنا سلبيا للغاية، سلبي. وأبو بكر كان مصدق له مكذب؟ أنا ما قاطع قلت أنه بس قاطع تتكلم عن علي بن أبي طالب، تكلم لنا شيء عن أبو بكر وياك بطريقك عن أبو بكر. أبو بكر كان مصدق أن عائشة والعياذ بالله زانية لو طاهرة حسب البخاري، لا تطلع من البخاري، هل كان مصدق أنها فعلت الفاحشة أم كان مكذب؟ سأقول أن موقفه كان سلبيا للغاية. المفروض أن يقول أبو بكر موقفه، أبو بكر موقفه سلبي لو إيجابي؟ جاوبني أبو بكر، جاوبني. هل أبو بكر موقفه سلبي؟ بس السؤال، والله بس السؤال يا أبو عاشق، بس جاوبني، هل كان أبو بكر سلبي أم إيجابي؟ بس تعرف عائشة رضي الله عنها وتعرف مكانتها وتعرف منزل عند رسول الله وتعرف أبوها وتعرف على ابن أبي طالب، بس على ابن أبي طالب قادرين. سلام عليكم. لحظة أبو عائشة، مرسوك سيد ويبن، أجب على الجواب يا أبو عائشة، أجب على السؤال يا أبو عائشة. موقف تقول موقف علي بن أبي طالب موقف سلبي، موقف أبي بكر ما هو عندما قال كلمته، هل كان إيجابيا أم سلبيا؟ أريدك تحط نفس الموازين. تفضل بعيد اكتم بعيد. فأقول أن موقف علي بن أبي طالب كان موقفا سلبيا صراحة، يعني أثبت بما ليس. أبو بكر ماذا كان يا أخواني؟ خلوا نكمل. ماذا كان يا أبو عاشر؟ اللهم اغفر لنا. أخونا أبو باكر يا أخونا أبو باكر، الله يرحم والديكم، الرجل هذا رأيه، خلوك تقاطعوه. ليش أنت تهاوشون زي كذا؟ أقول لك أنت خلنا اتفضل أبو عاشر. فأقول أن موقف علي بن أبي طالب موقف سلبي في هذا الأمر، والدليل يعني يقول اسأل الجاهل، يعني أنت ما عندك جواب، على قال قل خيرا أو اصمت يا علي بن أبي طالب، قل خيرا أو اصمت، هذا المفروض منه. إذا ما عنده جواب ولا إجابة يسكت ولا يقول سأل الجارية. النبي صلى الله عليه الجارية ماذا على الجارية؟ قالت والله إنها كذا وأنها طيبة وأنها صغيرة وأنها وبعد ذلك، يعني هذه الكلمتين. زين أبو عاشر، أبو عاشر اسمح لي، أبو عاشر تسمح لي، الآن أنت تقول أن علي عليه السلام موقفه سلبي، شنو سلبي؟ سلبي أزاء قضية كبيرة تخص الشرف، خلينا نكون واضحين أمام الناس. المفروض أن يسكت إذا ما عنده، المفروض أن يسكت إذا ما عنده شيخ طيب يسكت. المفروض أنت لحظة، المفروض الآن علي عليه السلام حسب رأيك. السلام عليكم. لحظة أخونا، عليكم السلام، خلي أكتمك. الآن المفروض علي عليه السلام، مفروض أنت أبو عائشة تعلمه، المفروض بذلك الوقت يكون يسكت، صح؟ والله لو أنا موجود أقول له اسكت. زين. أقول خينا وصمت. زين. والله أقوله في وجهه. أنا اسمع، راح أسألك سؤال، مش سؤال سيد ميثم، لا راح أسألك سؤال بريء. زوج النبي صلى الله عليه وآله هو يعلم أفضل من الجارية، لو الجارية أعلم منه بزوجتي؟ لا هو أعلم. أحسن. الجارية وأسامة قالا خيرا، هو ليش ما قال خير لنفسه وامتنع عن سؤال الآخرين يعمل استفتاء؟ هو قال خيرا، قال من لي بهذا فقد أداني في زوجتي. لا 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 لا، مو هذا سؤالي. الله، مو هذا سؤالي، أنا سؤالي بالعظم، اسمع سؤالي الآتي. النبي عند زوجته تعين بها،
في شخص اسمه أسامة أشار بالخير، وفي جارية صغيرة أشارت بالخير. نعم. هذه أشارت بالخير. سألتك سؤال، هذا الخير اللي عند أسامة موجود عند النبي؟ جواب نعم وأكثر. موجود عند الجارية؟ موجود عند النبي؟ نعم وأكثر. طيب إيش هو الخير؟ الخير أن عائشة شريفة وأنها لم يصدر منها فعل يشين. طيب نعم وحاشاها. وحاشاها ماشي. الآن لما النبي متأكد بعلم أكثر من أسامة وبعلم أكثر من الجارية، ليش يروح يسوي استفتاء على شرف مرته؟ أطلق ولا ما أطلق؟ هو يعلم أكثر من الذين سيستشيرهم ببراءتها وبنظافتها، ليش يعمل استفتاءات؟ فحشان كما قال إبراهيم ليطمئن قلبي. على شرفه يطمئن إبراهيم عليه السلام في أعظم في عقيدة في عقيدة في توحيد قال يطمئن. يا عمي هذا إبراهيم عليه السلام يريد يقطع، اسمع يريد يقطع أربعة من الطائر، ويريد هذا ليطمئن قلبه. والدليل يعني والدليل ماذا قال؟ قال من لي بهذا الرجل فقد آذاني في أهلي وما علمت من أهلي إلا خيرا. جيد جيد. من الذي قال إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله؟ من الذي قال هذا الكلام إن ألممت إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله؟ من قائل هذا الكلام في صحيح البخاري؟ أنا خلصت. من الذي قال هذا الكلام وما معنى الممت بذنب؟ يلا من القائل؟ طيب أبو عاشة تسمعني؟ لا لا سيد تسمعني؟ طيب أبو عاشة أنت قلت ليطمئن قلب النبي صح؟ نعم. الله يرحم والديك مولانا حيدر الحلو، جزاك الله خير الجزاء أنت وحمد سليمان وعمر حاتم وكل الأخوة. زين اللي يطمئن قلب النبي وإيش كان في قلب النبي؟ كان في أنها بريئة وأنها لم تصدر من هذا الشيء. زين إذا بريئة لويش يعني يريد يطمئن؟ نعم جاءت الله المستعان لما يأتي شخص معين. يابا في أنا والله ما أعرف يا إخواني. يا أخ أبو عاشة في واحد بالله عليكم يا ناس يا بس أسأل هذا السؤال والتجاوب، أسأل هذا السؤال والتجاوب. لم يشك طرفة عين في زوجته عائشة رضي الله عنها. طيب إذا لم يا أخونا الشيخ عبد العزيز، الآن بالله عليك واحد، ما أنا معذرة أبو كريم غالق، واحد قلبه مطمئن ولا يشك، يصير يروح للسوق ولا على الفيسبوك ينشر ولا هاي؟ إخواني شنو رأيكم؟ أنا متأكد أنه زوجتي شريفة ومتأكد أنه هاي، بس شو رأيكم أطلقها لو ما أطلقها؟ بالله عليك هذا عاقل؟ يا حجوة يا حجوة النبي يتعامل بالوحي في هذه الأمور. بيابا يا وحي ما يأتي. يا وحي هي مرت شريفة شعدة يروح يقول اسمع أبو عاشة ما رأيك برجل يقول خانتك وفضحتك؟ ولكن كان ينتظر نزول الوحي فقط لا غير يؤكد اطمئنان النبي. ولهذا النبي عندما سأل أسامة فأشار عليه بالخير، وسأل البريرة وأشار عليه بالخير، لكن علي كان موقفه سلبيا فقط ليته سكت ولم يتكلم. كم عمر أسامة؟ عائشة هذا صوتي مسموع. تفضل أبو كريم. أبو عاشة ما رأيك بالرجل الذي يقول هذه التي خانتك وفضحتني؟ هذا شاذ قول حلو لو مو حلو؟ ضعيف فلا أناقشه. هذا الحديث صحيح بسنة صحيح في تاريخ المدينة لابن شبه أبوها أبو بكر يقول فقال يا رسول الله ما تنتظر في هذه التي خانتك وفضحتني؟ الرواية ضعيفة فلا أناقشها. طيب أعطيني ضعف الرواية. نريد مرخصتك حجي ومرخصة أبو كريم، أريد أرجع الإخوان إلى صلب الموضوع وهو خلي نشوف معاوية بس لحظة أشوف لك معاوية. تفضل أستاذ معاوية أعطينا عن وفاة النبي صلى الله عليه وآله.